الراديو 90-90 هواها مصر. ماشي، تقولي ايه للفنان محمد رجب؟ هو كان قبل كده ضيفنا في حلقه هنا على الراديو 90-90 وقال اقسم بالله او انا حلفت ان انا مش هشتغل مع ساره سلامه تاني. لا انا شخصيا حلفت اني مش هشتغل معاها تاني مع ساره سلامه. بس ده مش معناه ان انا حصل خلافات. انت خلاص انت تكلم على التجارب اللي جايه، ان انت حلفت انك فعلا مش هتشتغل مع ساره سلامه. اكيد. طب بدو محمد رجب، على فكره انا مفيش، كان في فيلم مؤخرا ما بينكم صابر رجب. مفيش مشاكل على فكره، بس هو شخصيته غريبه يعني في طريقه التعامل اللي فيها، هي الطريقه نفسها فيها حاجه مش يعني حاجه غريبه مش قادره افهمها. ولا حد موقع بينكم؟ يمكن، بس انا من وجهه نظري انا، يعني انا مفيش اي حاجه خالص ولا مضايقه خالص في اي حاجه، بالعكس انا بحبه جدا كمستوى شخصي وكمستوى في التمثيل، يعني مفيش اي حاجه تخليني اقول ان انا مش هشتغل او مش هعرفه تاني او الحاجات دي خالص. هو عمل معايا مواقف مش كويسه، بس تمام يعني عادي، انا مش زعلانه يعني.